اسمع أكيد. رؤيتك الفنية للماتش الداخلية، يعني حضرتك مع أولا إراحة بعض اللاعبين، ثانيا تغيير في التشكيل؟ ده بص يا ما يريحش عشان ايه يريحهم، أيوه يحط التشكيل القوي اللي يبدأ بيه المباراة عشان يخلي المباراة ما تبقاش فيها مشاكل كتيرة قوي. صحيح، التغييرات هي ممكن تكون في مصلحة النادي الأهلي مع الوقت، لكن أنا لازم ألعب بقوتي الضاربة. أنا عندي عناصر كتيرة جدا تستطيع إنها تتواجد، لأنه عندي سكواد وفرقة تتكون من 25 لاعب، أغلبهم أقل واحد لعب 10 مباريات أو 12 مباراة. فأنا بقول إنه النادي الأهلي لازم يلعب بتشكيل قوي جدا، وعنده دفاع حقيقة كويس، وعنده لعيبة في الدفاع يقدر يغير، عنده في الخط ده، خط الدفاع ده عنده من 6 ل7 لاعبين كلهم جاهزين، وعند خط الوسط ما شاء الله عنده من 6 ل7 لاعبين. فأتمنى بس إنه يكون بقى في يعني اللاعبين حقيقة يبدأوا مباراة بجدية، عندهم خبرات كبيرة، توزع مجهودك بشكل كويس عشان الإصابات برضه. وبعد كده إن شاء الله أنا متأكد إن النادي الأهلي من خلال يعني رؤيته للمباراة وتشكيله هيكون إن شاء الله يعني تشكيل جيد. وبعدين المباراة محتاجة بقى عايزين عناصر بقى إنه كل واحد يحاول يبذل أقصى ما عنده عشان البدائل الموجودة، 5 بدائل موجودة، فمحدش يبقى بحاجة في الفترة اللي بيلعبها إن شاء الله. ربنا يوفقنا يا رب بكرة في المباراة يا كابتن شطة. يعني لو عايز تقول للعيبة حاجة من خلال البيت الكبير تقول لهم إيه؟ أقول لهم أنتوا بصراحة ربنا أبطال، أبطال ما فيش في الدنيا. أنا كنت بلعب زمان وكلنا ما فيش مرة لعبنا مثلا في الأسبوع ماتشين، نادرا. أنت بتلعب في الأسبوع ممكن 3 مباريات، تلعب سبت، تلعب ثلاث، تلعب جمعة. يعني حقيقة يعني أنا بقول لكم أنا بشفق عليكم، لكن أنتوا رجالة، أنتوا أبطال، فبالتالي خليكوا دايما قدر المسؤوليه. ولما بيصيب النادي زينا كده ما بتلعبش، هتعرف قد ايه قيمتك فيه حقيقي، وانت عملت له ايه، ودي حاجه هتسعدك بعد ما تبطل ان شاء الله. تكون حريص على انك انت تحاول ان تبذل اقصى ما عندك، لانك انت الحقيقه في وضع صعب جدا وتبذل اقصى ما عندك. فيا ريت تركز في الفتره القادمه دي كلها، عباره عن شهر باذن الله عشان الموضوع يحسن تماما. ولو النادي الاهلي ان شاء الله، وده طبعا بالتاكيد ان شاء الله، يعني انه النادي الاهلي لو حقق هذه البطوله تبقى اصعب بطوله دوري يمكن على مر التاريخ. حقيقي ده انا حقيقه رايي، يعني رايي في الحته دي. لا لا، بطوله صعبه جدا جدا. انا اتمنى للاعبين التوفيق، واتمنى للجهاز الفني ولكل الناس وجمهوره. طبعا الجمهور الحقيقه حامل حمى، الجمهور ده يعني سلاح قوي جدا لينا طبعا. ان شاء الله يكونوا متواجدين بكره بشكل ايجابي، ونبارك لبعض بكره يا كابتن اسلام ان شاء الله. أنا بشكرك جدا يا كابتن شطة على وجود حضرتك معانا، ويعني دايما بنستمتع بوجودك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شطة، مدير الأكاديميات في النادي الأهلي.